عندي واحد العرض مغري ريال مدريد، لقيتكم واحد اللاعب فين يبان شي مبابي ولا فينيسيوس. هاد اللاعب يقدر يضاعف السعر ديالو في اي لحظه بدون ما يلعب. قبل ايام وبالضبط نهار 1 في شهر 9 2024 وصلت الزيت البلديه ل 120 درهم في ارتفاع صاروخي، بعد ما كان دايره غير 35 درهم قبل سنتين. يقدر توصل حتى 130 150 درهم تقريبا، حيت الزيتون دابا حاليا داير 20 درهم خضر. اذا الى الزيتون نطحنوا راه يطيح لينا ب 100 درهم وزياده، فايت 100 درهم. هاد الزياده الصاروخيه خلات هاد الزيت مرشح تدخل لاسينيسيس في صنف الدواء، وما كرهناه الصراحه يبقاو يعوضون عليه. هاد القرعه عزيزي المواطن الى عندك شي بركه منها فراه ما غتحتاج تدفع القرعه ديال امريكا اللي يلاه بدات تسجيل فيها، غير بيعهم وسير دير شي مشروع ناضي. اما الى كان عندك شجر ديال الزيتون في الارض ديالك، غير بدل السميه ديالك في الحاله المدنيه ودير لها القحطاني. واش عرفتي شنو هو يكون عندك شجر الزيتون في الارض ديالك وليترو ديال الزيت واصل 120 درهم؟ السعوديه وما تدخلش البترول، داكشي اللي غتدخل انت في الزيت. انا بان ليا ما بقى والو، دخل الزيت البلديه البورصه الدار البيضاء، ونبقاو حتى حنا نسولوا عليها واش داخله في مؤشر ماديكس ولا انديس. كنا كناخذوا الزيت ب 30 درهم اولا ب 25 درهم، اليوم ولدي ما بقيناش كنخدو على الزيت. الزيت ولا كيوصل 100 درهم 2200 حتى 2400، شكون اللي باقي يخدع الزيت؟ تصوروا معايا على انه ظرف سنتين هاد الزيت البلديه زادت ضاعفت والثمن ديالها تضرب 300%، وغيرها من المواد الغذائيه اللحم السكر، يعني جميع انواع المواد الغذائيه كلها ضاعفات بصفات كبيره وصاروخيه. اليوم تي السؤال المطروح، وانا غادي اليوم تي نتكلم معكم بصراحه كما عهدتوني. انا كنقول لكم والله العظيم مع هذه الحكومه هذه انا فقدت الامل ودخلت لواحد المرحله ديال الياس، لان بقراءه بسيطه للمشهد السياسي انا غادي نسمي هذه الحكومه هذه حكومه الغلاء، حكومه الزيادات في الاسعار. تصور على انه السنه الاولى قالوا لنا الا ما حققنا الوعود ديالنا ضربونا بالحجار، صبرنا عليهم السنه الثانيه داخلين السنه الثالثه. اليوم تي كنتكلموا على دخول سياسي، وانا كنقول لكم صريح العباره هذا ماشي دخول سياسي، هذا دخول في الحيط، لان كل المؤشرات كتقول على ان مع هذه الحكومه هذه داخلين في الحيط. كاين اخفاقات على جميع المستويات اليوماتيه، كاين بزاف د الحوايج اللي ما تعالجات، مجموعه من الملفات اللي كتراوح مكانها للاسف الشديد، واللي كان خاصها تحل في 48 ساعه ولا 3 ايام لو اننا امام حكومه حقيقيه، حكومه كفاءات كما سمت راسها النهار اللي جات. اليوماتيه عندنا الازمه ديال الطب اللي 10 شهور وداخله في سنه، وانا اتساءل مع المتسائلين هل لا يوجد رجل رشيد داخل هذه الحكومه يقدر يحل هذا الملف 48 ساعه ولا 24 ساعة؟ لاش مطلوب منا نتسناو هاد الزمن كله ونهضروا للطلبة هاد الزمن كله باش نحلوا هاد المشكل هذا؟ واش في 6 ولا في 7؟ وبقى المشكل دائما في الأرقام، واش 7 ولا 6 ولا غيره. أنا كنقولها لكم الأكيد على أنه القطاعات الحقيقية اليوم اللي خاصنا نهتموا بها، راه كنقولها وكنأكدها، هي قطاع التعليم، قطاع الطب، قطاع الصحة بصفة عامة، القطاعات الحيوية داخل المجتمع اللي كتبني العقول. الله يجازيكم بخير، راه كتعاملوا معاه بواحد النوع من الاستهتار، بواحد النوع من اللامسؤولية، وكنقولها وكنأكدها. كتابة الضبط، المحامون، المفوضين القضائيين، العدول، وهل لما جرة يعني أسرة القضاء كلها والعدالة كلها ومساعدي العدالة كلها داخلين في إضراب، وتشلت حركة المحاكم، وما عاد أيضا كتوقف المصالح ديال المواطنين والمرتفقين لمرفق العدالة، ولا من واحد كي يتكلم ولا يقدر يحل هذا المشكل هذا اللي حتى هو راه من 2020 و21 وحنا كنجروه، نفس المشكل، نفس الحالة، نفس السيناريوهات، نفس، والله يهديكم الله يهديكم. راه كنتكلموا كنقول على ان هذا الوطن يحتاج الى رجالات دوله ماشي رجالات سياسه. هاد الناس اللي عندنا اليوم تيا ما قادرينش يحلوا هاد المشاكل هذا، واللي ما قدر يحل المشاكل يحط السوارت ويمشي، لانه اليوم تيا حنا نحافظوا على السلم الاجتماعي، خاصنا نتصوروا مغرب اخر كما اراده جلاله الملك وكما اراده المغاربه. هاد الحكومه راه عطاتكم الناس الثقه ديالها، الا كانت عطاتكم الثقه ديالها باش تخدموها، باش تحلوا المشاكل، باش تحلحلوا الملفات، ماشي باش تبقى الملفات 10 شهور وسنه ما قدرتوا ديروا فيها حتى شي حل. فالله يجازيكم بخير، راه كنقولها وصل السيل والزبر، رانا قدام واحد النفق خطير جدا كننبهوا له وكندقوا ناقوس الخطر. ذاك النهار تكلمنا وقلنا على ان الهجره واللي دعا لها ما كيهمناش شكون دعا لها، لكن الذي يهمنا هو على ان هناك ظروف مواتيه وحقيقيه للهجره. كاين بطاله، كاين ارقام في الترافع، كاين هشاشه، كاين فقر، كاين بزاف ديال الحوايج. ونرجع ونقول على انه في اطار هذه الاضرابات كلها اللي كاينه اليوماتيه، راه اي سياسه جنائيه
ورجعوا حتى الفقهاء الناس اللي كتكلم فقهاء القانون، راه لا توجد سياسة جنائية جيدة بدون سياسة حكومية جيدة، وللأسف مع الناس سياسة حكومية جيدة عندنا حكومة فاشلة بالمعنى الحقيقي للفشل، وأعلنت إفلاسها وأعلنت فشلها في مجموعة من المحطات. عندنا أحزاب سياسية ما كدير حتى شي حاجة، لا تخلق للحياة السياسية، لا تصور حقيقي للمستقبل ديال البلاد ديالنا. عندنا النقابات أفرغت وأفرغت نفسها من الدور ديالها اللي خاصة تقوم به، واللي خاصة تقوم به وهو دور الوساطة. اليوم ما عندناش وسائط داخل المجتمع، اليوم هي كانت تكلموا وخليتوا كل شيء على ظهر الداخلية، على ظهر رجال الأمن، رجال القوات المساعدة وغيرها من القوات الأمن، وكانهم المسؤولين عن فشل السياسات العمومية. الله يجازيكم بخير، راه المؤسسات كلها عندها دور. المؤسسات الأمنية دورها الحفاظ على السلم الاجتماعي ومحاربة الجريمة، ودورها معروف ومعلوم للجميع، ودور الوزراء ودور الحكومة هو تهيئة الأجواء، ماشي تخرج الناس للشارع، ماشي تخلي الأمن ولا غيره من المرافق العمومية ديال الخدمة ديالها وتبقى مقابلة على عباد الله. اش غادي قدها اليوم؟ طلب الطب غدا المحامون، المفوضين القضائيين، العدول، المعطلين، غيرهم من الشرائع الاجتماعية، شكون قاعد ما خرج؟ شكون قاعد ما خرج؟ الله يجازيكم بخير، كل شيء غالي، المازوت دائما غالي، المحروقات كلها غاليه، الخضر غاليه، شنو هو اللي ماكله غالي؟ حكومه الغلاء، حكومه في الحقيقه نقولها بالحسانيه، كانكم تعرفوها ولا ما تعرفوها، حكومه لا عاقه، كل شيء جمعها الجفاف، جات معها الفيضانات، جاوا معها بزاف ديال الحوايج. الله يجازيكم بخير، راه بغينا اليوم هي استراتيجي حقيقي لحل هذه المشاكل التي تتدحرج ككره ثلج، والذي سيدفع الثمن في النهايه هو الوطن، هو المواطنين. نحن عندنا المصلحه ديال البلاد خط احمر، اللي بغى يخدم البلاد ديالو راه كيعرفش كيفاش يخدمها في الواقع، يخدمها في الحقيقه، ويتكلم بلغتها، لغتها العربيه ولغتها الامازيغيه، ويحافظ على قيمها ويحافظ على هويتها. ما تم تكلموا معنا غير بالفرنسيه وتكاتبونا بالفرنسيه وكل شيء بالفرنسيه، يا ريت درتوا اللي دارت فرنسا في بلادها واللي دارت اسبانيا اللي في زركم وهي قريبه لكم. وحنا اش درنا في النهايه؟ اش درنا؟ ما الذي قدمناه؟ خرجنا كل شيء للشارع، غلينا كل شيء، خلينا المواطن مسكين متضارب مع القود اليومي ديالو، الطبقه المتوسطه ماتلات متوسطه، والفقيره ماتلات فقيره، عاد تفقروا من الفقر نفسه. فالله يجازيكم، راه كنقولها انا ادق ناقص الخطر، وتحدثوا ماشي بلوني السياسي ولكن بلوني الاستاذ الجامعي، بلون المواطن الذي يخاف على مصلحه وطني وعلى مصلحه بلدي. وسابقى احذر ونقول وندق جرس الانذار ونقول فين كاين الاخطاء الحقيقيه للوطن ديالي والبلاد ديالي. ولا اريد جزاء ولا شكورا، ولا بغيتوا شي حاجه دوها، خلونا نحن غير البلاد ديالنا زينه ونقيه كما نتصورها وكما يحبها المغاربه. راه ما بغينا حتى شي واحد يخرج من هذه البلاد هذه، لان فيها جميع المقومات الجميله، ولكن نحن بسياستنا، نحن كسياسيين وكنخب اللي كنشوفهم يتضاربوا يوميه بالكراسه، ما كيتضاربوا على مصلحه المواطن للاسف، يتضاربوا على مصالحهم. بهكذا نخب سياسيه كسنبني الوطن؟ لا اظن ذلك. اذا يجب علينا نقولها بالدارجه، خاصنا نتيكوا الكارطه ونتيكوها مزيان ونتيكوها بزاف ونعرفوا فين غاديين. راه الا بقينا غاديين بحال هكا راه ما عندناش دخول سياسي، عندنا دخول في الحيط مباشره. تحياتي لكم والسلام عليكم.